يا اخي جه على بالي اسال سؤال انا فعلا مش فاكر اجابته او مش عارف اجابته. انت عملت ادعيه بصوتك قبل كده عدويه ولا لا؟ طبعا عملت. كم مره او كم دعاء عملت؟ حبه يعني حلوين حبه حلوين، بس مش فاكر منهم حاجه. فكرتش تعمل تاني؟ طبعا لازم، يعني على رمضان الجاي ده هنسمع ان شاء الله اكيد. ده برضو على خلفيه التليل اللي ليلته ده، انا برضو قعدت اقول ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله، ربنا يخليك. وانا قعدت اقول يا ربي انا برضو بكبر في السن، فعايز افتكر وعدوي عمل ادعيه ولا ما عملش ادعيه بكل الشعر الابيض ده، فخلاص كده انا عرفت ان انا وياسر حسين عجزنا غالبا. بس ربنا يديك العمر، ربنا يديك يعني الصحه. عدويه بيعمل احيانا لو صح التعبير، مش هسميها دويتوهات، مشاركات. صح. بتختار على اساس ايه المشاركات دي عدوية؟ الفكيره، الفكره. فكره. ماشي. ولا بلاش دي، كنت هقول لك إيه؟ مين اللي يجي لك يقول لك ما تيجي نعمل حاجه سوا هتقول له لا؟ قلت انت ما بتحبش. مش هقول لحد لا، ومش هقول اسماء بس كده. بس في حد يعني او في ناس ممكن تقول لهم لا بلاش يعني. خلينا في حالنا احسن. مين اللي لسه ما شاركتوش وعاوز انت وهو تعملوا حاجه؟ الاستاذ الكبير مدحت صالح. الله يا حبيبي، ده مدرسه برضو. انا اتعلمت مدرسه عدويه والاستاذ مدحت صالح طبعا ده استاذ كبير قوي. طبعا على فكره مش عارف انتوا مش واخدين بالكم ازاي لا ازاي، مين اللي مش واخد باله؟ مش عارف بقى يا راجل، ده مدحت صالح يغني التتر من دول. لا يعني انا عشان انا بحبه فانا شايفه. هو كبير طبعا. طيب ده كبير قوي قوي، كبير جدا. بس انا شايفه في حته تانية برضه مدحت صالح. انت بتحطه في حته كده، في حته معينه. بيني وبينك كلنا بصراحه ملوش حل ما شاء الله، موهبه برضه فزه. صوته مذهل وقدرته على التعبير بصوته طبعا. سبحان الله العظيم ما شاء الله، غريبه غريبه. استاذ مدحت صالح استاذ فعلا، بس متواضع جدا بقى، فعشان كده قوي وقليل الكلام. وقليل الكلام. انا دايما بشوف انه فعلا اللي عنده فن بجد تلاقي كلامه قليل. قليل، ما يتكلمش كتير، ما يرغيش، ملوش في الخيل والقال. لا لا، واثق من نفسه وفنان بجد، فنان بجد مش فنان مزيف. طبعا. طب ما عرضتش عليه او اتكلمت معاه؟ ما فكرتش معاه بصوت عالي؟ لا ان شاء الله ممكن اتكلم معاه. هنعمل كده قريب؟ طبعا ان شاء الله. دي تبقى حلوه قوي دي. انا بموت فيه يعني. بس والله انت فيك هو حاجه، هو عارف كده على فكره، هو حبيب قلبي يعني. انت فيك حاجه لله، لان انا لسه كنت بتفرج على التلفزيون فلقيت قدامي مسلسل اسمه لؤلؤ واصداف. لؤلؤ واصداف ده اول مسلسل ظهر فيه استاذ مدحت صالح، اول مسلسل. فقعدت اتفرج كده قلت يا خبر ابيض، انا كنت بتفرج على المسلسل ده وانا صغير. ايه ده؟ في برضه كان عندنا نجوم اللي هو يغني تحبه وتموت فيه، يمثل تحبه برضه وتموت فيه. في كاريزما كده مدحت صالح جدا. طبعا. ايه اكتر اغنيه تحبها له طيب؟ او الاغنيه اللي جايه على بالك دلوقتي؟ بلاش ونبقى، لان انا بنسى الكلام كتير قوي. كلام كلام. طبعا حاجات كتير قوي لمدحت صالح ده، عنده حاجات كتير. طبعا. هو حدوته. طبعا حدوته حدوته. وما سبحان الله اقول لك على حاجه بقى، لما بيغني الاغاني الالحان الجديده بصوته حاجه تحفه. بقول لك قدرته الالحان الجديده على اللي هو التطوير ده، هو ما بيغنيه مدحت صالح بيبقى الموضوع في حته تانية. انا عمال بيرن اصلي في دماغي الاغاني بتاعته في ابو العروسه. ابو العروسه ده موضوع خامه صوته. خامه يا بنت لذينه، بنت لذينه. زي عدويه، زي في ناس كده معينه ما خامت. هي الناس دي بجد ما تتعوضش يا عدويه. لا دي ما خلقت ربنا، دي ما فيهاش بقى، لا اما تقلدها مش هتعرف تقلدها. اقلد ايه؟ مش فاهمني يعني، ما ينفعش حد يقلد الحاجات دي، لان هي دي ربنا خالقها كده. وكل واحد وليه شخصيته. طبعا.